اوكي، تجربة دعش هي ابلكيشن مثل ما قلنا المن الكاونتر. بس قبل ما نروح بتجربة دعش، هسه الشاشة البيضاء واضحة قدامكم. ايش طالع؟ تمام، قبل ما نشرح تجربة دعش وهي ايش تتضمن، راح ناخذ نوع جديد من الكاونتر اللي هو يسميه اب داون كاونتر. احنا مثل ما قلنا هذا الاسبوع مو قبل اللي قبله انه عدى اب كاونتر والداون كاونتر، بس في بعض الابلكيشن اني احتاج الاثنين. ليش؟ يعني مثلا حسب التجربه مال اليوم، اني عندي جراج، هذا الجراج يستوعب عدد معين من السيارات، واني لازم اتحكم بعدد السيارات اللي تدخل. من يقبط الجراج المفروض ما اخلي اي سياره تدخل بعدها الا انه في حاله سياره اخرى تخرج. فعملية حساب الان والاوت، عملية الاب والداون، ما حد يقدر يسويها، يعني مستحيل راح تقدر تدمج اثنين يسوون نفس العملية. ليش؟ لانه كل واحد له كاونتر الخاص مالته، شلون راح تضبط انه هذا من ينقص ينقص من ذاك؟ عملية شوية صعبة يرادلها، يعني يرادلها غير تفكير. فهم سووا كاونتر اخر سموه اب داون كاونتر. اب داون كاونتر، هذا الكاونتر ايش بيه؟ الشكل العام مالته هو هذا، بيه اسم مالته يسميه كاونت اب داون، بعدها اكيد الكونتاكتر الخاص بيه اللي هو خلينا نقول مثلا سي 000. اكو شغلتين بعد يتطلبوا هنا، او العفو ثلاثه. اول واحد هو من المسؤول عن الاب، ثاني واحد هو من المسؤول عن الداون كسنسر او كسويتش، ثالث واحد ايش قد تريد النمبر. اذا طبعا هنا بشغله مهمه اللي هي الانيبل، يعني هذا الكاونتر هذا ما راح يكون شغال الا يكون هنا انيبل اون. تمام، واللي يتحكم بالاب والداون هما تو سويتش غير هذا الانيبل، انتبه عليه، تو سويتش غير هاي الانيبل، او تو سنسر، ما نقول سويتش، تو سنسر غير هذا الانيبل. من يوصل اكيد طبعا هو راح يبدي من يبدي من الزيرو، من يوصل العدد المطلوب وليكن مثلا 10، ذاك الوقت هذا السي ايش راح يصير؟ راح يصير واحد. في حال انه وصل 10 طبعا يستمر حاله حال الاب كاونتر، يستمر 11 12 13، بس انا اعرف شلون اوقفه من خلال هذا السيتنج اللي موجود اذا اريد اوقفه. اوكي، في حال انه خلينا نقول وصل 10 ودست الداون او تفعل سنسر الداون، ايش راح يصير؟ راح ينقص هذا يرجع الى 9، وبالتالي هذا السي راح يرجع 0. هذا مبدأ عمل الداون كاونتر. تجربتنا بصورة عامة هي عبارة عن جراج، بي ان وبي اوت. طبعا احنا حاليا الجراج بصوره مبسطه، لا قلت انه اكو بوابه، ولا قلت انه اكو تايمرات، ولا قلت اي شيء، هو مجرد جراج اعتيادي. انا بس داريد امثل التالي، يعني الكنترول بانل اللي عندي خلينا نقول بي، خلينا نقول 3 ليد. طبعا هذا الكلام ما موجود بالتجربه، هذا الكلام هسه من عندي، لانه انا شويه راح احور عليها حتى تكون اوضح، مو على مود بس شيء. خلينا نقول عندي 3 ليد، ليد اسمه خلينا نقول اوبن انه الجراج مفتوح، وليد اخر اسمه كلوز انه الجراج مغلق. يعني هذا الجراج ممكن يكون مغلق، يعني اصلا ما مفتوح. اوكي، فخلينا نقول اكو كنترول بانل برا توضح لي انه الجراج مفتوح والجراج مغلق، والليد اللي بالنص هو اذا كان فل، يعني اذا كان هذا الجراج مليان فالمفروض انه هذا الليد الثالث بيشتغل عندي. هاي المبدأ اللي راح نتفق عليه.
الجراج اكو سنسر هنا، فوتو سنسر، اكو فوتو سنسر هنا. شو ما نسميهم؟ سميهم، نريد نسميهم اي، نريد نسميهم بي. من راح تدخل السيارة اكيد راح شو يصير؟ طبعا شو وقت تدخل سيارة؟ من يكون اوبن، من يكون كلوز، هذا السيستم المفروض كله اوف. من يكون اوبن هذا الجراج، من راح تدخل سيارة راح يبدي العد. طبعا هذا الجراج خلينا نقول هو بالتجربة قايل 100، فاحنا هنا مستحيل نوصل 100 بالعد، خلينا نقول نوصل الى 10، تمام. فبتدخل سيارة راح يعد 1 2 3، وصل 3 خرج السيارة، المفروض ينقص من العداد 1. من يكون مليان انه 10 سيارات كلها هنا، ذاك الوقت حتى يعني المفروض بهالحالة انه الاوبن يكون اون والفل يكون اون. يكون الجراج مغلق، هذول اثنيناتهم اكيد اوف، وهذا راح يكون اون. هاي التجربة الداش. اكو اي سؤال؟ اكو اي سؤال على الاب كاونت، اب داون كاونتر؟ واضحة أستاذ. مرحبا عيني. اوكي عفوا. تمام، اذا لهنا تخلص هاي التجربة. طبعا احنا مثل ما قلنا هاي التجربتين هي مهمة جدا، لانه هنا انا هنا اخذت كاونتر جديد، وهذا الكاونتر طبعا مو بس جراج او مو جراج، واي ابلكيشنز انا اقدر ادخل هذا الكاونتر. طبعا بالمناسبة هو ما راح يذكر لك، عفوا ما راح يذكر لك انه يا كاونتر تستخدم. اكيد انت المفروض يعني تفكر انه الاب يفيدني، الداون يفيدني، الاب داون يفيدني، حسب الابلكيشن المطلوب من عندك، حسب البرنامج المطلوب من عندك. فهنا يعني لو تلاحظ انه صيغه البروسيجر مال الجراج انه ما قايل لك استخدم كاونتر الفلاني، لا. كذلك ممكن انه مثل ما قلنا بالمصاعد، المصعد هذا يستوعب عدد معين من الاشخاص. طبعا هو ما يخلوه على العدد بالمناسبه، هم ممكن يخلوه على الوزن، بس احنا خلي نقدر نوظفه بهالطريقه انه عدد معين يستوعب، بحيث اكو سنسر اللي يدخل واللي يخرج يقدر انه يعد اعداد معينه. فمن يكون عدد معين تجاوزنا العدد المعين المطلوب، ذاك الوقت راح المصعد كله يتوقف وينطيني فد الارم. هاي خلينا نقول فد تجربه اخرى، ممكن تجينا بامتحان، ممكن تجينا بكويز يعني. تمام، اذا احنا راح نكمل بالتجربه الاخيره. التجربة الأخيرة هي من التجارب المهمة جدا. التجربة الأخيرة هي عبارة عن شيء جديد كليا نستخدمه بالـ PLC، اللي أسميها أني Application Instruction، أنه أنا عندي إعازات معينة تسوي شيء أقرب إلى البرمجة، وهواية أقدر أستفاد من عندها. الإعازات اللي راح نستخدمها بصورة عامة هي إعاز الموف، إعاز الكومبلمنت، وإعازات الكومباريتر. إعازات الموف أنه أنا أقدر رقم معين أنقله من مكان إلى آخر. إعازات الكومبلمنت، الفيرست كومبلمنت، أنه هذا العدد أسوي له فيرست كومبلمنت راح ينقل كليا إلى مو الانفيرس مالته، يعني هو شكو الفيرست كومبلمنت تعريفه أنه شكو واحد يصير زيرو وشكو زيرو يصير واحد. اوكي، الكومباريتر انا اقدر اقارن مساواه، اكبر اصغر، اكبر او يساوي، اصغر او يساوي. راح ناخذها بكل تفاصيلها ونتعرف عليها شلون ممكن نستخدمها. راح نبدي بالموف، اول اعازات راح نبدي بالموف. الموف بإعازين، الموف بإعازين. طبعا ممكن اني كونديشن معينة هنا أنا. اوكي، هذا طبعا هذول ثلاثة هم اني مين اجيبهم من الفانكشن. اوكي، لهم كل واحد الى رمز خاص، هسه همين نتعرف عليه. فالكونديشن معين اني اقول مثلا موف
هنا اي وهنا بي. طبعا اي بي هو ايش قد؟ هو 16 بت. فعادة احنا ما نستخدمه بهالطريقة، احنا ممكن نستخدم انه واحد منهم يكون رقم، مثلا هذا نقول مثلا 170، وهذا يكون الى اوتبوت. يعني شنو؟ يعني هذا احنا لا ننسى، احنا من نقول الاوتبوت، تذكرون احنا شلون كنا نسمي الاوتبوت؟ بورت 00010، بورت 00011 الى اخره. هيك كنا نسمي الاوتبوت من كان عندي بت واحد. زين انا هسه هنا عندي 16 بت، فشلون راح اسمي هذا الاوتبوت اذا انا اريد انقل هذا الرقم الى اللدات مباشره؟ بحيث اللدات راح تصير في ستيتس معينه. تفهمون ايش دا اسوي؟ دا اسيت اللدات في كونديشن معين، دا اسيت الاوتبوت كله 16 بت كلها في كونديشن معين من خلال هذا الرقم. هسه ارجع انه ابين لكم اكثر بعد شنو. بس بهيج حاله انا هذا الاوتبوت انا ما اخذه كلدلد، وانما اخذه كله. فبهيج حاله هذا الاوت راح يكون بي 0001، فقط 4 مراتب على اعتبار ال 16 كلها هو راح ياخذها. واضح؟ زين، هذا شنو الرقم 170؟ خلينا نقول ناخذ فد مثال. خلينا نقول انا عندي ستارت، هذا الستارت من اضغطه اريد الاوتبوت مالتي يطلع بهذا الشكل. حطيتك سؤال، قلت لك من تضغط ستارت اريد الاوتبوت مالتي يطلع بهذا الشكل، من تضغط ستوب اريد الاوتبوت مالتي يطلع صفر. فهذا ات ستارت، او من تطفي الستارت، يعني هو خلي نعتبره انه سويتش واحد، ستارت وستوب هو نفس يعني اون اوف. خلينا نقول هو سويتش واحد مثل الكويز، انا دا اقول لكم سويتش اون اوف، مو تو سويتش، سويتش اون اوف. فهواية من عندكم بالكويز قال لي تو سويتش، واحد اون واحد اوف، لا هو كان سويتش واحد اون اوف. عموما فات ستارت هذا يكون الكونديشن، ات ستوب او ات اوف او ات نوت ستارت خلينا نسميه حتى نعرف انه هو سويتش واحد، فيكون كلها شنو؟ كلها اوف. من يجيني هيج سؤال، طبعا هنا ممكن اربط ويا كاونتر، ممكن اربط ويا تايمر، انه في كل لحظه يغير الاوتبوت، يعني كانما شلون يصير مثل نشره ضوئيه او هيك شيء. هذا كلها ممكن تخيلوها تيجي بالامتحان هذا اللي عايز يحلها، يحلها ببساطه جدا طبعا. اوكي، فحتى نفتهم هذا شلون ممكن اسيته كرقم. انتوا تعرفون الباينري اكيد، تعرفون هذا كباينري شلون ممكن اطلع الرقم مالته. هذا 2 اس 0، 2 اس 1، 2 اس 2، 2 اس 3، 2 اس 4، 2 اس 5، 2 اس 6، 2 اس 7. انا هنا فقط اخذت 8 بت. زين هو 16 بت، معناها البتات البقيه ايش بيهم؟ زيرو. معناها اللدات البقيه هي زيرو، انا يعني من اسيت على 16 بت. فهذول كلهم ما طول زيرو انا ما راح يهموني، لانه النتيجه مالتهم زيرو. علي هذول لو احولهم الى باينري راح يطلع هذا ال 170 اللي حكيت عليه يعني. اوكي؟ فبهيج حالة كبرنامج أني أقدر بسهولة جدا أقول من أكو ستارت، وهذا الستارت هو بي 00000. أوكي، فبهيج حالة انقل لي المية وسبعين على الأوت بي 0001. من ماكو ستارت هو نفسه ما راح اكتب عليه، هو حتى يصير نفس الادريس. اوكي، فانقل لي
الصفر إلى بي زيرو 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 ون. هذا يكون حل هيك سؤال، واضح؟ زين، هذا واحد من الإعازات اللي يسوي لي موف. أكو نفس الإعاز بس اسمه موف، يعني بدل هذا الموف أكو موف بي. الموف بي بالضبط يشبه لي، خلينا نقول السينس هذا at h wave، انه يتحسس الموجة الصاعدة، بس معناها هذا راح يتقبل من عندي حالة انه فقط يعني كونديشن معين يسوي مرة واحدة ويوقف، لازم انه يتكرر الكونديشن، يعني ما يبقى اونلاين. هذا هنا يعني هذا النوع من الموف. اني شوفوا ربطت نفس الستارت، الستارت هو نفس يكون ستوب، يعني نفس السويتش. فمن ما طول هو اكو ستارت اكو موف، ما طول هنا اكو ستوب فاكو موف اخر. طبعا بالمناسبه اكو جزء احد يسال اذا اني هذا الغي، هذا اذا لغى، من هذا الستارت يصير اوف، فالاوتبوت ما تيش راح يكون، من يقدر يجاوب؟ يعني اذا هو يصفر فانا ليش كتبت اعاز؟ المفروض ايش تفكر؟ يعني ليش كتبت اعاز اصلا اذا هو اوريدي راح يصفر؟ فهل تتصورون انه من هذا الستارت يروح هذا يصفر؟ زين اذا اي انا ليش كتبت اعاز؟ زين اذا لا هم ليش كتبت اعاز؟ من يجاوبني؟ ولا واحد؟ اوكي، يبقى هذا السؤال مطروح، يعني ما راح اجاوبه. نستمر. العفو استاذ، هو اعتقد ما يصفر لان هو قاعد ينقل من غير موقع، هو بالضبط، فالظل محفوظ القيمة. بس ليش اني اوكي، خلينا ناخذ غير شيء حتى تتوضح الامور اكثر. خلينا ناخذ الإعاز الثاني اللي هو الموف بي. خلينا نقول انا نفس التجربه او نفس السؤال، بس قلت انه عندي تو سويتش، واحد خلينا نقول ستارت وسويتش اخر هو ستوب، وسويت اني برنامج بهذا الشكل. هذا ستارت، موف 170، هذا ستوب، شوفوا غير سويتش، مو نفس السويتش، موف 170 بي 0001. أولا هذا صح لو غلط؟ هل ممكن اني تو سويتش يسيطرون على نفس الاوتبوت لو هذا الشورت يعتبره؟ طب مو لازم نستوب نسوي نورمال كلوز؟ لا، اريده ينضغط. دكتور غلط، لازم بالعكس، شنو بالعكس؟ انه مو كان 170 صار 0.1. اوكي سوري، هذا يكون زيرو. لا انا دا احكي ك اوتبوت، هل انا صحيح انه بدي عازيا اخلي نفس الاوتبوت لو هنا راح يعترض؟ الجواب ما له علاقه، لانه هنا مو شرط، انا مجرد دا انقل رقم الى اوتبوت، مدى اوصل شيء معين، مدى اوصل هذا بهذا حتى ممكن يصير شورت، وهذا كإعاز هذا اوكي صحيح. زين انا راح اجي انفذ، خلينا نقول ضغطت ستارت هو هون، والستوب هو اون، حالة الدائرة شنو الاوتبوت؟ من اضغط ستارت سويته اون بعدين اوف، حالة الدائرة شنو؟ من اضغط أستاذ حسب تسلسل الضغط مالتك أستاذ، لا حسب تسلسل البرنامج،
منو آخر إعاد؟ هو منو آخر هسه إعاد؟ هو اقصد هسه من ضغط الستارت بعدين الستوب، هو فهصير أنا دا أقول، الحكمة ما تستوب. دا أقول ستارت بعدين ستوب، شنو الأوتبوت؟ بس اثنينهم أون. لا 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 على اخر واحد يعني اللي هو اسمح ستوب لي صار اسمح هون. لي أرجع بغير فلو. ضغط ستارت، طفيت ستارت، ضغط ستوب، طفيت ستوب أون، ضغط ستارت، شنو حالة الدائرة؟ أون لو أوف؟ يعني التسلسل راح يكون ستارت اون ستارت اوف ستوب اون ستارت اون. اريد الاوتبوت، اوتبوت هل هو 170 لو زيرو؟ راح يكون الستوب اون. ايه ستارت اون ستارت اوف، هاي تسلسل الضغطات، ستارت اون ستارت اوف ستوب اون ستارت اون، شنو الاوتبوت؟ صفر. ليش؟ 170. ليش؟ لان هذا منهم التسلسل ليش؟ ستارت هي اخر وحدة. تمام، بس تسلسل البرنامج منو اخر وحدة؟ الستارت اخر وحدة، تمام زين. أنا دا أقول التأثير هنا باقي، بالموف هو باقي. هذا راح يبين لي الفرق من أسوي نفسه هذا ستارت. أنا دا أريد أوصل إلى نقطة. بدال موف راح أقول موف بي 170 بي 0001. هذا ستوب. move p 0 p 0001. هنا مهما تكون العمليات، بما انه move p فبهيش حاله اخر اعاد ينضغط هو ياخذ الاولويه، تمام؟ يعني معناها انه بهاي الحاله فهنا الاوتبوت شنو؟ اوتبوت 0. هاي بالحاله الاولى، هاي خلينا نسميها A، هاي نسميها B. اوكي؟ بالحالة الثانية الاوتبوت شنو؟ 170، لأنه آخر شيء انضغط هو منو؟ الستارت. واضح الفرق؟ لو أعيد. زين دكتور، هسه بالحالة الأولى همين آخر شيء انضغط اللي هو الصفر. إيه. لا لا. آخر شيء شنو؟ start on. لا بالأولى هو نفس التسلسل بالأي والبي. اسمح لي، هذا التسلسل كله أسويه بهالحالة وبهالحالة، فشنو الأوتبوت؟ هنا راح يطلع لي زيرو. ليش؟ لأنه ما طول بقى الستوب اون، فأنا من أضغط start وراح نفذه كله، فراح يسوي start وستوب بحيث حتى ما أشوفه، راح يبقى اوف. بينما هنا تأثير الستوب انتهى، سوى ستوب وانتهى. من ارجع اسوي ستارت يصير ستارت طبيعي. ليش انتهى؟ لانه موف بي اخذها بحاله واحده وانتهى. الا اعيد الكونديشن انه اطفي الستوب وارجع اشغله من جديد، ذاك الوقت ياخذ ستوب. واضح ايش اقصد؟ لو اعيد، ترى مهمه يا شباب، مهمه حتى تعرف شلون ايش تستخدم. استاذ هسه هي اخر حاله صارت بال ستارت، هذه يعتمد اشرب بمربع. لا مو بالبي، بالاي. شنية اثنينهم نفس التسلسل، نفس هذه الاعازات بالثنين خليتهم. يعني حتى بالبي، بالاي والبي، قلت اول شيء ستارت، بس ستارت بالثنين راح يعطيني 170، تمام؟ من اسوي ستارت اوف راح يبقى ال 170 مثل ما اتفقنا، لانه انا ما سويت موف جديد. اوكي، فالاوتبوت باقي. يعني هنا الاوتبوت مالته بالثنين 170، هنا بالثنين 170. اوكي، من ادوس ستوب بالثنين زيرو، هنا راح يصير عندي فرق. ما طول اني بقيت ستوب اون فبالاي راح يكون زيرو، بالبي راح يكون 170. ليش؟ لانه ما طول ستوب اون نحكي على الاي،
من اضغط ستارت هو راح ينفذ البرنامج كله، فراح يسوي ستارت يرجع يسوي ستوب، فكأنه ما سوى شيء وما راح يبين. طبعا راح صح، هو راح يشتغل للحظات مستحيل تشوفها العين، فكأنما هو راح يبقى ستوب. ليش؟ لأنه آخر إيعاز هو الستوب. لو تقلبهم بالعكس من فبهيج حالة الستارت راح يبين عندي، بس الستوب ما راح يبين عندي من باقي الستارت أون. أوكي، أجيبكم بغير معنى حتى تفهموها أكثر. نفس هذا، خلينا نقول أول شيء ستارت أون، بعدين ستوب أون، ما طفيت الستارت، شنو الأوتبوت؟ بالأي، شنو الأوت؟ بالبي، حتى تفهمون أكثر. من يجاوب؟ استاذ بالأي راح يصير شو اسمه ستوب، يعني زيرو. بالبي، وبالبي همات أنا أحسب حسب الإعاز الأخير اللي هو احنا كتبناه ستوب أون. إذن بالحالتين هو شنو؟ بالحالتين هو راح يكون زيرو. زيرو، عافية. ليش؟ لأنه هنا أوكي أنا ضغطت السار والثاني أوتبوت اللي هو 170، من ضغطت ستوب فهو راح يصير ستارت ستوب نفس الوقت، بما أنه آخر عاز هو الستوب، إذا ستوب. أوكي، هنا بين عندي الفرق، أنه يعني هنا أوكي تنفذ. من أقوله بالعكس أنه أسوي ستارت وأطفي الستارت، أسوي ستوب وأرجع أسوي ستارت، مع طول الستوب هنا أون، فهو راح يكون، وبما انه هو الإعاز الأخير فهو راح يتنفذ آخر شيء، لأنه هو آخر إعاز موجود بالبرنامج. واضح شباب؟ أستاذ يعني اللي فهمت أنا أنه بالحالة أي يعتمد على رسم الدائرة بالبرنامج، من الإعاز الأخير برسم الدائرة؟ مو رسم، مو رسم، على الديزاين. احنا هو الديزاين مالت يعني كان هو مثل رسم الدائرة مالت بالضبط، على آخر إعاز آنش منطي. فإذا كانت كل الكونديشنات أون، كل الكونديشنات متوفرة أون، راح ينفذها كلها، فراح ينفذ تسلسل هو أكيد، فآخر إعاز يتنفذ هو راح يطلع على الأوتبوت. هيك ياخذوها بهالمعنى هذا، تمام؟ أوكي، نكمل. فهذا أول إعاز اللي هو الموف. طبعا هذا الإعاز من الإعازات المهمة، تذكرون إحنا التايمرات والكاونتر. الكاونتر هو بصورة عامة، كاونتر اللي هو كنت أنا شو أسوي؟ انه ابا العد مالتي وين؟ هنا انا 0 1 2. هسه هذا العد كله اقدر انقله وين؟ الى الاوت، من خلال الكونكتر سي 000. هذا اذا سويت له موف الى الاوت الى بي 0001، فبهيج حاله راح اشوف الاوتبوت في كاونتر، بس كباينري. طبعا هذا واحد من البروسيجرات اللي راح ننفذها الأسبوع الجاي أو اللي بعده حسب يوم الامتحان إيش وقت راح يكون. أوكي، يعني هذا إحنا بعدين هسه نحكي على البروسيجر المطلوب، إحنا بس خلينا نكمل وش المطلوب من عندنا كثيوري، بعدين نحكي على البروسيجر المطلوب. بس هي واحدة من فوائد الموف إنه هو هذا، واحدة من فوائد الموف لترافيك لايت اللي أنا كنت برنامج شطولة أسويه، ممكن أختصره بخمس خطوات من خلال الموف، انه انا اتخيل الترافيك كله هو عبارة عن اوتبوت وسيته كارقام في كل تايمر يصير وريبيت، اربع خمس اعازات مو اكثر راح يصير كل الترافيك عندي. اعاز اخر من الاعازات الحلوة والمهمة هو الكومبليمنت. الكومبليمنت ايضا هو راح يكون من نوعين، يكون كونديشن. هنا أنا complement يسميه C move، هنا A، هنا B، هذا مثل ما قلنا هو دائما يكون رقم، هذا راح يكون out. فبهيج حالة راح يسوي complement لهذا الرقم ويرجعه إلى الأوت. أوكي، ممكن أسوي complement على الأوت نفسه، فهنا راح يكون نفس شنو؟ نفس الفن، يعني يصير اي باي. اوكي، اكو كومبلمنت من هذا النوع، واكو كومبلمنت كونديشن من نوع بي. فهنا حيصير سي موف بي
170 و دي. اوكي، فهنا واضح العمليه جدا نفس عازي الموف، فقط انه راح يسوي كومبلمنت يلا يطلع على الاوتبوت اذا كان كرقم، واذا كان كانبوت او كاوتبوت اتخلى له مجرد تريد تسوي عليه كومبلمنت فراسا تقدر تكرر انها اي باي او هنا يصير بي بي، يعني حسب الاوتبوت مالتك هو شنو. هذا العازل الاخر اللي هو هم يعني مهم، لانه انا في بعض الاحيان انطيك ستيتس هو معاكس تماما للستيتس السابق، فانت بدال ما تسوي يعازل كل قلبه او هذا تسوي اون هذا تسوي اوف، فقط تسوي له كومبلمنت وراح يتنفذ المطلوب عندك. اوكي، العازل الثالث اللي هو الكومباريتر، هنا بكل حاله بي اما يعني بي الايكوال بي الاكبر بي الاصغر، بي الاكبر او يساوي بي الاصغر او يساوي، فهي كلها هي نفس المبدا اللي هو راح نتفق عليه. هذا كله كان شنو؟ كان اوت. الكومباريتر راح يكون ان، يعني راح يبدي راسا كومباريتر، خلينا نقول اريد انا اسوي ايكوال، فهنا راح اكتب ايكوال وهنا المفروض عندي A و B. طبعا هذا ايضا 16 بت، هذا ايضا 16 بت يشتغل، معناها A و B هو input output او رقم ويا output او رقم ويا input، تشتري تسوي equal الى منه، بالتالي راح تطلع فد output معين، يعني هنا out. هذا الاوت راح تعرف من خلاله هل هو equal، اذا كان 1 فهو equal، إذا كان zero فهو not equal. زين، ممكن أنه يكون أكبر، فهنا A و B. ممكن يكون أصغر، A B. طبعا بضبط مثل ما رسمه، أنت من راح تكتبه بالفنكشن راح يطلع لك، يطلع لك هاي الإشارة، يطلع لك هاي الإشارة، يطلع لك هاي الإشارة، وعندك أكبر أو يساوي، وعندك أصغر أو يساوي، هذولا أيضا متوفرات كلها. زين، سؤال، خلي نقول أني عندي أريد أقول في إذا كان الانبوت مالتي أكبر من 10 اعطيني أوت، اعطيني أوت يساوي 1. أنا بهيج حالة راح اكتبها بهالشكل، اكول 10 وهنا ويا من ويا الان خلينا نسميه اي، هذا الاي هو عباره عن بي 0 0 0 0، اخذ 4 لانه 16 بت كلها ما اخذها، يعني بدال اي اوكي انا اقدر اكتب بي 0 0 0 0. السؤال، انا اقدر اخلي هنا انيبل، وليش انا ما ذكرته هنا؟ اعطيني اوت اللي هو بي 0 0 0 1 0. انتبه انتبه هنا بت، انا يعني ليش ما اخذت 16؟ بس اريد بس تركزون على هاي شباب، شو وقت تاخذ 16 من هو يكون يعاز استوعب 16 كلها، شو وقت تاخذ بت من هو كويل هو بت واحد لو اون لو اوف، فهنا راح تاخذه بت. اوكي تمام، نرجع الى سؤالنا هنا، اني هل اقدر اخلي الانيبل حتى اوضحها اكثر؟ خلينا نقول مكتب تساوي قلت اكبر او تساوي، اقدر اخلي الانيبل، او قلت اصغر او تساوي، اقدر اخلي الانيبل، وليش ما اقدر اذا لا، وليش اقدر اذا اي؟ هل هو ما راح ياثر على الاوت؟ أني يعني من قلت دا أخذ الأي، من دا أخذ البي كله، كل هاي السويتشات اللي موجودة هنا اللي هي ال 16، هذول كلهم راح يأثرون على اليمن على هذا على الإن، فأني من أقول من أخلي واحد آخر هنا واحد من هذول هو إنيبل، وهذا راح يأثر لي على الأوت، هذا ما راح يكون فقط إنيبل، راح يكون فقط راح يأثر أيضا على الأوت، واضح؟ ولهذا أني أقدر أسوي هاي العملية، بس لازم أولد يونت آخر
المن للان، يعني الانبوت راح يكون 2 يونت. يعني وين هذا الحكي؟ من اروح انه اسيت الانبوت اوتبوت بورت، من اقول انه الانبوت مالتي كذا، الانبوت مالتي والاوتبوت مالتي كذا، فهنا لازم اضيف 2 انبوت حتى اقدر اسوي بيها الانيبل. وانا ما اريد ادوخكم بهالحاله، يعني ما اعرف، بس هو ممكن انه عندي 2 يونت للانبوت واكثر من يونت ايضا اوتبوت. بس بهيج حاله المفروض انت من تنفذ تكون فعلا، يعني من تنفذ على الكارت يكون فعلا هذا الكلام موجود على ارض الواقع، انه عندك 2 يونت انبوت و يونت واحده او اكثر للاوتبوت. اوكي، لحد هنا اكو سؤال؟ تمام. اذا هسه نحكي بالبروسيجر المطلوب في هذا التجربة، هي التجربة الأخيرة واللي هي قلت لكم من أكثر التجارب المهمة. المطلوب هو التالي، احنا عرفنا المطلوب بالتجربة 11، تجربة 12. التجربة الأول مطلوب أنه أسوي أب كاونتر، اوكي، اب كاونتر من 0 الى 10، اريد اشوفه على اليمن على الاوت. اوكي، خلي نغير شويه بهذا، خلي نقول اريد اب داون كاونتر، ممكن لو لا؟ هذا اول سؤال. الاوت مالتي راح يكون من 0 الى 16 الى 15 حتى الليدات كلها تطلع. اوكي، راح يكون عندي 3 سويتش بهيج حاله. هاي كتبوها شباب لانه هذا اني راح احاسبكم عليه بالحضوري. ف 3 سويتش، واحد اون اوف الدائرة، وانا قلت لكم بسهولة هذا موجود اصلا بالاب اب داون كاونتر. اثنين سويتش اخر للاب، ثلاثة سويتش اخر للداون، هذا انبوت. والاوت راح يكون بن من 0 الى 15 اللي هو حتى يطلع لي هاي الارقام على الاوت. واضح المطلوب؟ هاي التجربه الاولى او المطلب الاول. المطلب الثاني هو عباره عن استاذ، بس اول مطلب هذا الداون اول كاونتر مطلب. من لا، هذا الاب كاونتر هذا ننساه، هذا ما نريده. نريد اب داون كاونتر بالكنترول مالته بي 3 سويتش، واحد اون اوف للدائره، زين، واحد يسوي اب واحد يسوي داون. بس انا ما اريد اشوفه فقط على الكاونتر، يعني مو اريد اشوف العد هنا فقط وانتهى، لا، اريد يطلع على الاوت. قلنا اللي راح يطلع على الاوت منو؟ هو الموف. اوكي، تمام. نرجع. اثنين عندي نظام cool heat system، نظام تدفئة تبريد. هذا النظام يشتغل اوتوماتيكلي، يعني فول اوتوماتيك، يعني ما عندي اي كنترول عليه. يشتغل خلينا نقول على درجة حرارة معينة. فاني لو كانت درجة الحرارة نحكي على التمبريتشر هي اكبر من 30 أكبر أو تساوي 30، فهنا راح يشتغل عندي نظام التبريد ويبقى شغال، إلى أن توصل درجة الحرارة إلى 18 ويطفى، بعدها يصير نظام التبريد أوف، ويبقى أوف إلى أن يرجع 30، ذاك الوقت يشتغل مرة أخرى. هذا بالنسبة لمن؟ نفس النظام شباب، نظام واحد. هذا بالنسبة لي نظام التبريد. نظام التدفئة يشتغل من تكون
درجة الحرارة أقل أو تساوي 15، فهنا الهيت سيستم راح يشتغل أوكي ويبقى شغال إلى أن توصل درجة الحرارة إلى 25 أوكي، وعدها يكون أوف ويبقى أوف إلى أن تنزل درجة الحرارة مرة أخرى إلى 15، ذاك الوقت راح يشتغل يرجع يشتغل في السيستم. هنا أنا أي كنترول غير هالكنترول مخال، ممكن أخلي أون أون في سويتش، ممكن أخلي غير سنسرات، ممكن لو تشوفون الديسكشن أنا خال نفس هذا السؤال بس أكو فان بالموضوع، أنا على بساطة هنا أريد أنفذه. فتفكرون هذا الكلام مستحيل، مستحيل راح تقدر تقارن بدرجة حرارة معينة وتنفذ فعلا هالشي بدون استخدام الكومباريتر اللي حكينا عليه. تمام؟ اكو اي سؤال؟ صح هذا تجربتين خلصت والمنهج خلص، اكو اي سؤال؟ عفوا دكتور، بس أني أكو هواي نقط ما حقدر أسجلها، فهاي محاضرة مسجلة؟ هو لحد الان نعتقد هي مسجلة. تمام دكتور، يعني أنا أسجل بس كم شغلة شوي ملاحقة. تمام محمد. شكرا دكتور.